استناني هون وانا رح فوت لجوا، لا تخاف بعرف الطريق منيح. لحظه انتظري شوي. لا انت ما فيك تفوتي هيك، انا رتبت شويه شغلات ضروريه لتدخلي. شكرا عمو باتشان، بدونك انت ما كنت رح اقدر اقابل شانتنو ابدا. صح هو زعلني شوي اخر مره، خصوصا لما قال لي ما بده نضل رفقات، بس انا ما رحت على المدرسه لهيك اجيت لعنده. ما كان عندي خيار تاني غير جيبك لهون يا حبيبتي، لانك زعلتي وما اكلتي شي من امبارح. على فكره انت عنيده كتير يا بنتي. لازم اعمل هيك عمي، والا ما كنت رح تقبل تجيبني. وانا بوعدك لما فوت ما رح اعمل مشاكل. يلا ليش لحتى ما فوت لجوا؟ مليت من هاي الوقفه، شو هالاشياء اللي محضرهم؟ رح تعرفي يا عمو، انتظري شوي. عمي باتشان، قلي مين هدول؟ في كتير خدم جوا يا بنتي لأنه في حفلة، وهدول جايين مشان يعملوا الأكل لهي الحفلة. أنت رح تمثلي إنك بنته لهالزلمة وتدخلي لجوا معه، فهمتي؟ إيش هالفكرة الحلوة يا عمي؟ هالطاقية بتجنن، أنا كتير حبيتها، رح نتسلى كتير، أكيد شانتنو ما رح يعرفني ورح يتفاجأ. وينو شانتنو؟ ما هو بيناته؟ اهلين، المطبخ من هنيك على اليمين. أرندام. نعم. نعم ابي. وينو شان؟ هو اجا من المشفى من شوي، لسه صحته مو منيحه، بجوز ما يقدر يحضر الحفله.